النجم الساحلي لينقاد الهزيمة أمام الترجي 2-1. سجل ثنائية الترجي كل من أنيس البدري في الدقيقة 43 وغيث الصغير في الدقيقة 86، في حين هدف لتولى الوحيد سجله أسيل الجزيري في الدقيقة 79. في ملعب المرحوم نجيب الخطابي تتاوين اتحاد تتاوين يتفوق على أمل حمام سوسة 2-0. سجل ثنائية الاتحاد كل من ماهر بولعابي في دقيقة 68 وأمين عمار ضعف نتيجة في دقيقة 90+5. في ملعب حمد العواني بالقيروان ودون حضور الجمهور، هلال الشاب حقق اليوم انتصار مهم على حساب الملعب التونسي بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف الهلال الوحيد حمل توقيع اللاعب عزيز الشتيوي في الدقيقة 30 من زمن المقابلة. آخر مباراة دارت اليوم في المجموعة الأولى في ملعب 15 أكتوبر ببنزارة، النادي الرياضي البنزرتي يكتفي بالتعادل السلبي على أرضية ميدانه أمام النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة 0-0. الترتيب في المجموعة الأولى: في الصدارة النجم الساحلي 25 نقطة، في المرتبة الثانية ترجي 24 نقطة، في المرتبة الثالثة نلقاو اتحاد تطاوين ب 14 نقطة، في المرتبة الرابعة السيابي ب 13 نقطة، في المرتبة الخامسة النادي الصفاقسي 12 نقطة، والمرتبة الثامنة والأخيرة نلقاو فيها ثلاثة فرق هما الملعب التونسي هلال الشابة وأمل حمام سوسة برصيد 10 نقاط لكل فريق. نواصل مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ولحساب المجموعة الثانية في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، النادي الإفريقي ربح أولمبيك سيدي بوزيد 3-0. سجل ثلاثية الكلوب كل من حمدي العبيدي في الدقيقة 5، زهير الذوادي ضعف نتيجة في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، وآدم قرب اختتم مهرجان الأهداف في الدقيقة 68. في ملعب جمعة الكميتي ببيجا الأولمبي البيجي يكتفي بالتعادل الإيجابي على أرضية ميدانه أمام اتحاد بن قردين هدف مقابل هدف. ريشار جاجاسكا افتتح نتيجة البيجية في الدقيقة 44، ورفيق الكمارجي عدل نتيجة لاتحاد بن قردين في الدقيقة 45. في ملعب بن جنيت بالمناسير الاتحاد المناسير انتصر على مستقبل سليمان 2-0. سجل ثنائية ليوسمو كل من يوسف أمارو في الدقيقة 27 والجزائري عبد الحكيم أمقران ضعف نتيجة في الدقيقة 90+2. آخر مباراة دارت اليوم في الملعب البلدي بالمتلوي، نجم المتلوي حقق انتصار مهم على حساب مستقبل رجيش 3-2. سجل أهداف المتلوي كل من رياض الفريوي في الدقيقة 8 وثنائية البسام الحاجي في الدقيقة 14 ودقيقة 27. الترتيب في المجموعة الثانية يكون عن نحو التالي: في الصدارة الاتحاد المنسيري 25 نقطة، في المرتبة الثانية اتحاد بن قردين 22 نقطة، في المرتبة الثالثة الأولمبي البيجي 21 نقطة، في المرتبة الرابعة نلقاو النادي الإفريقي ب 17 نقطة، في المرتبة الخامسة مستقبل سليمان ونجم متلوي ب 12 نقطة، في المرتبة السابعة وقبل الأخيرة أولمبيك سيدي بوزيد برصيد 8 نقاط، والمرتبة الثامنة والأخيرة موجود فيها مستقبل رجيش برصيد 6 نقاط. نواصل مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والهيئة المديرة لهلال الشابة أعنت تعاقدها مع المدرب اسكندر القصري لتدريب الفريق خلفا للمدرب المغربي بدو زكي. نذكر أنه القصري كان يشرف على تدريب الملعب التونسي منذ أيام قبل ما تم القطيعة بالتراضي بين الطرفين. في النادي الرياضي البنزرتي اليوم دارت فعاليات الجلسة العامة الانتخابية واللي شهدت فوز القائمة الوحيدة المترشحة برئيس سمير يعقوب واللي تحصل على 58 صوت من جملة 59 منخرط كانوا حضروا اليوم في الجلسة الانتخابية. في كاس تونس لكرة القدم اليوم تم سحب قرعة الدور 16 واللي أسفرت عن المواجهة التالية: أمل حمام سوسة يستضيف الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة، اتحاد بن قردين مع الاتحاد المنسيري، اتحاد بوسالم يستضيف الملعب التونسي، النجم الساحلي في مواجهة مستقبل سليمان، هلال مساكن يلعب ضد مستقبل رجيش، الترجي يواجه أمل جربة، هلال الشابة مع النادي الرياضي لحمام الأنف، الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه أولمبيك سيدي بوزيد، جريدة وزر المستقبل مع قواف القفصة، النادي الصفاقسي يستضيف الملعب الصفاقسي في دربي الأجوار، نادي البنزرتي مع جمعية مقرين بعث بوحجلة في مواجهة غزال البقالتة، مستقبل القصرين يواجه النجم الراتسي، الأولمبي البيجي باش يلعب ضد نادي كرة القدم بالحمامات، اتحاد تطاوين يواجه النجم المتلوي، والنادي الإفريقي يلعب ضد مكارم المهدية.
في الرابطة المحترفة الثانية رسميا الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية توصلت لاتفاق مع المدرب عصام المرديسي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم خلف المدرب محمود الدريدي. نذكر أنه المرديسي سبق له تدريب عديد الفرق على غرار مستقبل الجيش، مستقبل جابس، أولمبيك مدنين وأمل الرقبة، واللي باش يقود المقاليد الفنية للجي اس كا اللي تتصدر ترتيب المجموعة الأولى في الرابطة الثانية مع مستقبل المرسى براسيد 22 نقطة لكل فريق. عالميا اليوم تم سحب قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا واللي أسفرت عن مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد والبرسا في النصف النهائي الأول، في حين النصف النهائي الثاني باش يجمع بين أوساسونا وأتليتيك بيلباو. نذكر أنه دومي فينال كأس إسبانيا يدور بنظام الذهاب والإياب، وين باش تدور مباراة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو أيام 1 أو 2 مارس، في حين الإياب في ملعب الكامب نو في شهر أفريل القادم. خارج تونس وفي أبرز مقابلات اليوم في الدورية الأوروبية في الجولة 19 من الليغا الإسبانية، فيا ريال متعادل أمام رايو فاليكانو 0-0 في الشوط الثاني في الجولة 20 من الكالتشيو الإيطالي سيريا، أودينيزي متعادل حاليا أمام هيلاس فيرونا 1-1 في الشوط الثاني، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي ديربي كاونتي منهزم ومتأخر في النتيجة على أرضية ميدانه حاليا أمام ويست هام يونايتد 2-0 في الشوط الثاني. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في تعزيز المناعة وتقوية الذاكرة مع المساعدة في التحكم في الوزن بالإضافة للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.